أهلا بحضراتكم من جديد في هذا الصباح. وأكيد الاهتمام بكبار السن واجب على كل فرد في المجتمع، لأن ده بيعتبر من أخلاقيات المصريين. ومع الاهتمام الكبير في الحقيقة من الدولة بدعم المسنين على كل المستويات، لازم برضو يكون في دور للمجتمع بتقديم الدعم النفسي ليهم وتشجيعهم على الحياة والعطاء اللي ما بيوقفش عند سن معين. وده بالطبع مع أهمية العامل النفسي اللي بيديهم طاقة أكبر في تعاملاتهم اليومية. عشان كده بينضم إلينا النهاردة ضيفنا في الاستوديو دكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ إنجي، أهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ، منورنا في هذا الصباح كالعادة. أهلا بحضرتك. يعني يمكن وإحنا بنتكلم على كبار السن، خلينا نبدأ بنظرة المجتمع شوية لكبار السن، يعني خصوصا أن كبار السن عددهم مش في مصر بس في العالم كله بيتزايد مع مرور الوقت، وبالتالي النظرة المجتمعية إيجابية ولا سلبية لكبار السن، خصوصا أن في ناس بتبص لهم يعني باعتبار أن هم أحيانا نظرة عالة على المجتمع مثلا؟ أول حد دلوقتي النظرة لسه سلبية للأسف الشديد، بينظر لكبير السن أنه خلاص فقد وظيفته وفقد فعاليته، وأنه هو يعني محتاج أنه حد باقي يتحمل رعايته، يتحمل إنفاق عليه ويتحمل توجيهه. كل ده بيتغير في السنين الأخيرة دي، خاصة مع زيادة أعداد كبار السن. يعني عندنا الإحصائية بتاعت سنة 2000 كانوا كبار السن بيمثلوا 7% من المجتمع، سنة 2025 هيبقوا 8.4%، يعني النسبة كبيرة من المجتمع. وفي العالم الغربي النسبة أعلى كمان من كده. يبقى النسبة الأولانية في مصر. بالضبط كده. ففي 2025 هيبقوا 8.4% من تعداد السكان. تمام. كبار السن بنقصد بيهم الناس اللي هم فوق 65 سنة. الوقت الاتجاه العالمي متفائل جدا بكبار السن. حتى احنا لسه عاملين رسالة اتناقشت في جامعة عين شمس من حوالي شهر وانا كنت مشرف عليها، اسمها البوزيتيف ايجينج او التعبير العمر الشيخوخة الايجابية، وليها اسم تاني الشيخوخة الناجحة، واسم تالت الشيخوخة المبدعة او الشيخوخة المؤثرة او الشيخوخة الفعالة او الشيخوخة المثالية. الاتجاه ده متألف بقى فيه كتب واتعمل عليه مؤتمرات كتيرة جدا، انه قالوا انه الناس كبار السن دول كنز مفقود للإنسانية. ليه؟ لأنه بيجي حد بعد سن 60 بيحال إلى المعاش. اللي أحيل على المعاش ده قعد وحس إنه ما عادش له لازمة وما عادش له وظيفة، وإنه بقى أولاده هيصرفوا عليه أو يعني المؤسسات الاجتماعية هتتولى أمره والحاجات دي كلها. لقوا إنه هذا الشخص بعد هذه السنين يمتلك خبرة كبيرة جدا متراكمة عبر السنين. يمتلك حكمة. يمتلك حتى على مستوى الأسرة عامل استقرار في الأسرة، سواء كان أب أو أم، هو اللي بيربط ولاده وبيربط أحفاده. كمان عامل استقرار أخلاقي، إنه الناس كبار السن دول بيمثلوا المعايير الأخلاقية في المجتمع اللي ممكن الصغيرين يفلتوا منها شوية. فدول عامل استقرار أسري، عامل استقرار اجتماعي، مصدر حكمة، مصدر استشاري عظيم جدا في كثير من المجالات اللي هم اشتغلوا فيها. ده مش بس كده، لقوا انه كان الاول الصوره انه كبير السن ليس لديه القدره على الابداع، ان هو بس ايه مخزن معلومات. لا، لقوا ان لديهم قدره على الابداع، وعندنا ادله كتير على كده. يعني نجيب محفوظ بعد سن 90 كتب من احلى ما كتب احلام فتره النقاهه. دوستويفسكي بعد سن 60 كتب احلى كتاباته. برنارد شو بعد 80، هوميروس بعد 100 كتب الإليازة. شوف الإليازة ده بعد 100، يعني بعد 100 ما شاء الله، شيء عالمي رائع جدا. وقيس بقى على الشيخ الشعراوي الله يرحمه، كان بيعمل استنباطات من القرآن وهو في سن كبير. الأستاذ محمد حسين الهيكل كان بيعمل تحليلات سياسية هائلة وهو فوق 90. كل ده بيقول إيه؟ بيقول إنه الكبر في السن ليس معناه العجز وليس معناه المرض وليس معناه الانسحاب والحاجات دي كلها. الرسالة اللي عملناها ودي معمولة هنا في مصر، دكتور محمد، بس علشان نتأكد بس من حضرتك ان احنا فاهمين صح، يعني ممكن ان هو من بعد ال 65 اللي هو سن المعاش بيبدأ القدرات او المجهود والطاقة، مستوى الطاقة عند الانسان بيقل، لكن القدرات العقلية والقدرة على الابداع والخبرة طبعا التراكمية بتاعت الحياة، كل ده بالعكس بيبقى في اوج العطاء. صحيح كده. حتى
لو مصاب ببعض الامراض الجسمانيه. يعني نجيب محفوظ الله يرحمه كان عنده سكر وكان عنده ضغط وكان عنده مشاكل في النظر وفي السمع حاجات كتير، ومع هذا كان مبدع لان مخ شغال. فلا يعني انه كبير السن ده عنده خشونه في ركبه ما بيقدرش يجري مثلا، ما بيقدرش يتحرك حركه كتيره، ان هو العقل متوقف. في حواس كتير ممكن تبقى شغاله، العقل نفسه شغال، والابداع ملكه الابداع ممكن تبقى شغاله. هل ممكن يتحول لعمل اخر بعد سن ال 65 او بعد طلوع على المعاش يكون مناسب اكتر لاسلوب الحياه الجديد اللي هو هيكون؟ اللي هي الوظائف الاستشاريه، الوظائف اللي انت محتاج فيها حكمته وخبرته. يعني مش هتجري بقى يمين وشمال ويسافر كتير وحاجات بالشكل ده، واذا كان فيهم ناس بيعملوا ده. يعني حضرتك يعني لما هتسافر مثلا اوروبا او حاجه هتلاقي قاعد على الكاشير واحده ست عندها بتاع 80 سنه قاعده على الكاشير. هي القعده دي مناسبه ليها ليه؟ الكاشير ما فيش فيه حركه كتير، وتاخد وتدي وعمليه بسيطه في الحقيقه. دكتور كويس، تسيب بقى الشاب ما يقعدش على الكاشير يروح يتنطط في مصنع او في عمل. كويس ان حضرتك ذكرت النقطه الخاصه باوروبا. في الحقيقه اوروبا او امريكا الغرب عموما عندهم نظره انه الانسان بيعيش حياته بعد الستين، بعد ما يطلع معاش بيتفرغ لهواياته، بيتفرغ لاسرته، بيتفرغ يعمل الحاجات اللي بيحبها. اغلبهم بيبقوا بيحوشوا وبعدين بيسافروا العالم بعد الستين. وعلى الرغم من انه نسبه المسنين اللي عندهم امراض زي ما حضرتك قلت نسبتهم كتيره جدا الحقيقه في اوروبا، ورغم كده ده مش بيعيقهم عن حاجة. احنا اتكلمنا عن نظرة المجتمع للمسن، خلينا نتكلم عن نظرة المسن لنفسه هنا عندنا. مع الأسف دايما حتى المثل اللي بيقول بعد ما شاب ودوك كتاب، دايما تيجي حضرتك تعرض أي حاجة على حد كبير في السن خلاص راح علي أنا هعمل لسه إيه؟ لسه هنعمل ليه بقى؟ يعني هل ده بسبب نظرة المجتمع حواليه اللي بترسخ جواه الفكرة دي إن هو غير قادر، أو إنه فات الأوان إنه يعمل حاجة، إنه يعيش حياته، إنه خلاص المرحلة دي خلاص هو مش المفروض حسن الختام زي ما بيقولوا؟ برضو في تعبيرات مع الأسف متداولة جدا عندنا، إيه أسبابها؟ تعرفي النظرة دي لما بيتبناها المسن أو بتبقى في وعيه دي بتخليه يتدهور سريعا بالظبط جسمانيا ونفسيا. ليه؟ لأنه بيحس إنه خلاص وظيفته انتهت. فهنا كأنه المخ بيدي أوامر إنه خلاص يا جماعة اللي إحنا وصلنا لنهاية المشوار، كله يروح بقى. فالخلايا تبدأ تضمر وتضعف في كل الجسم. الرسالة اللي عملناها على عدد من المسنين الناجحين جدا في مصر، واخترنا نماذج رائعة لها أدوار اجتماعية، ناس فوق التسعين وفوق التمانين، قصص يعني لا يتخيلها أحد إنه الناس دي عاملة الحاجات الحلوة دي كلها في هذا السن. لقينا في يعني عدة عناصر عندهم. أول حاجة لقينا الاتجاه الإيجابي نحو الحياة، عندهم اتجاه إيجابي نحو الحياة، وإن هم لحد آخر نفس هيعملوا حاجة ويدوا حاجة للمجتمع ولولادهم وللبلد والحاجات دي كلها. الحاجة التانية لقوا الروحانيات عندهم عالية، علاقتهم بربنا حلوة وعندهم طقوس دينية وروحانية جميلة. الحاجة التالتة لقوا إنهم متصلين بالمجتمع، ما انعزلوش، لان العزله النفسيه دي من اكتر الحاجات اللي بتهزم المسن او كبير السن، بتعطل كل ملكاته. الحاجه اللي بعد كده العطاء، لقوا انه اربع عناصر اساسيه، في عناصر تانية بس دول الاربع عناصر الاساسيه اللي لقيناهم مشتركين في الناس اللي عندهم اللي بنسميهم في شيخوخه ناجحه او شيخوخه ايجابيه او شيخوخه فعاله. الأربع عناصر دول. طب هل ده بيكون يعني من خلال الدراسة اللي عملتوها دكتور، بيكون من خلال قرار منهم هم نفسهم من داخلهم بيقولوا لا أنا عايز أكمل في أن أنا أعمل حاجة وأعمل حاجة للناس وأعمل حاجة ليا ولأسرتي، ولا ممكن من خلال تشجيع اللي حواليهم؟ الأسرة تحديدا ليها دور كبير جدا يمكن في النقطة دي. الاثنين، بس احنا لاقيين أنه هم الأشخاص دي بتبقى تركيبتهم كده، وبيبقى حتى مشوارهم الحياتي كان ناجح وكان مؤثر وكان فعال وكان مبدع، فكملوا بالخط ده. انما لو لقوا من الناس اللي حواليهم تشجيع، ده هيضيف اكتر ان هم يتيحوا لهم فرصه للعمل، يتيحوا لهم فرصه للمشاركه، يعني اولادهم يستشيروهم في حاجات في حياتهم، ما يعتبروش بقى ان المسن ده خلاص خرف بقى وايه وهتاخد منه ايه، هتساله على ايه، لا ابدا. كل ما تستشيره الاحفاد حتى نفسهم لما يبقوا الجد متصل بالاحفاد بيلعبهم بيفسحهم ياخدهم يودوهم النادي، مش يمكن الاب والام مش فاضيين،
فالجد ده ياخد الحفيد، والجد على فكرة بيبقى مع الحفيد جميل جدا، انه عايز يعيش هذه الطفولة من جديد، بتجدد له حياته. والحفيد ياخد من الجد معايير أخلاقية، معايير إنسانية، بتعمل له يعني بتعمل مساحة مهمة جدا في حياة الحفيد. فالعطاء هنا عشان كده سموه كبار السن الكنز المفقود، قالوا ان في ثروة إنسانية كان البشر مش واخدين بالهم منها في الناس اللي بعد ال 65، كنا فاكرينهم عجزة، طلعوا دول كنز. طيب دكتور، في نموذج بنشوفه برضو في المجتمع، الحقيقة جدي يعني الله يرحمه كان من النماذج دي، مش بيستسلم لحد آخر لحظة، وهو توفى كبير قوي في السن، لحد آخر لحظة طول ما هو في نفس هو مش بيستسلم، هو بيحارب علشان يتحرك ويتمشى ويتعامل مع الناس ويروح ويجي ويحاول ان هو يتعايش بشكل طبيعي جدا على الرغم من انه كان مريض. النماذج دي ايه الاسباب اللي بتخليها عندها المحاربه دي والمثابره دي عن نماذج اخرى اللي اتكلمنا عنها من شويه، اللي حضرتك بتتكلم عن انه عندهم نظره انه خلاص بقى حسن الختام وانا خلاص ما عملش حاجه تاني في حياتي، اللي هو التوجه الايجابي ناحيه الحياه، انه متوجه ايجابي ناحيه الحياه، انه حاسس ان هو جزء من هذا المجتمع، متواصل معاه، بيقرا ويتابع ويشوف ويشارك. لو هو مثلا في حي ولا حاجه، والكبار السن على فكره مفيدين في الحاجات دي، لما يبقى في حي واحد من كبار السن النشيطين دول تلاقيه قاعد يهتم بمشاكل الحي، في واحده زعلانه من جوزها ممكن يروح صالحهم، في مشكله في في الميه في الصرف الصحي يروح عند الاماكن اللي ممكن يعني يصلحوا الحاجه دي ويروح يعمل ده، ممكن يمسك مثلا رئيس اتحاد ملاك، ممكن يمسك عضو في نادي او رئيس مجلس اداره مش عارف في مؤسسه، خاصه اذا كانت يعني مشواره الوظيفي كان فيه عنده خبره الخبره دي، تمام، واخد بال حضرتك، ففاضي وقاعد فاضي، فتلاقي يبقى ليهم ادوار كبيره جدا. فالتوجه الايجابي الاتصال بالمجتمع، انه ما ينعزلش، لانه من اكتر الحاجات اللي بتهزمهم حاجه بنسميها الوحده النفسيه، انه بدا بقى ما حدش بيتصل بيه، اللي في سنه ماتوا او اغلبهم ماتوا، القرايب كل حد مشغول في حياته، ابتدي الانعزال، عايش وحده. بس اهم حاجه في رعايه كبار السن ان احنا نعمل حاجتين مهمين جدا عشان نهيئ لهم فرصه النجاح، ده الرعايه الصحيه، الامراض الجسميه، السكر والضغط والروماتيزم والخشونه والحاجات دي كلها عشان يبقى قادر يتحرك. الحاجه الثانيه الرعايه النفسيه، ليه بقى؟ لانه لقوا ان بيبقى فيه زياده في نسبه القلق والاكتئاب والعزله الاجتماعيه والحاجات دي كلها. يعني كبار السن فيهم حوالي 15% فيهم اضطرابات نفسيه، 15% دي نسبه ما بنبقاش واخدين بالنا. يعني نلاقي الراجل المسن قاعد كده ساكت ومنسحب وما بيتكلمش وما بيشاركش في حاجه خالص، فنقول خلاص ما هو ده عشان هو كبر في السن لازم يبقى كده. في وعينا انه كبير السن يبقى منسحب ومنعزل كده، لا، ده بيبقى عنده اكتئاب. ولو عالجت الاكتئاب كويس هتلاقي الراجل ده بيتكلم ويضحك وياخد ويدي ويروح ويجي. خلينا نشوف مع حضرتك، يمكن عشان ما يبقاش الكلام نظري بس، ازاي ممكن نطبقه على مستوى المجتمع وعلى مستوى الاسر، في ازاي ممكن معالجه الاكتئاب، او حتى ان احنا ندفع كبار السن لان هم يبقى ليهم انشطه. بس بعد ما نشوف مع الساده المشاهدين هذا الانفوجراف عن هذا الموضوع.
نرجع لدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي. برحب بحضرتك مره ثانيه يا دكتور، وشفنا الاستعراض البياني ده والمعلومات اللي فيه. خلينا نتكلم اكتر يا دكتور عن دور المحيطين، من عند النقطه اللي حضرتك توقفت عندها، دور المحيطين بالمسن ان هم يمنعوا حاله الاكتئاب دي ان هي تحصل، مع الوضع في الاعتبار انه طبعا فئه الشباب بيبقوا مشغولين في حياتهم، تبقى الضغوط عليهم كتير، بيبقوا وقتهم قليل نتيجه لهذه الضغوط. اول حاجه ان هو ما يسيبوش المسن لوحده عشان ما يدخلش في الوحده النفسيه اللي احنا قلنا عليها او العزله النفسيه، لانه ممكن الناس التانيين اللي مش اهله، طالما انه ما عادش بقى مفيد ليهم فبيسيبوه، لكن ولاده بقى واخواته والعيله بقى، بقيه العيله يبقوا يعني متصلين بيه ومتواصلين معاه. من الحاجات اللي رصدت في اثناء ازمه كورونا انه كان نسبه كبيره من المسنين هم ضحايا لاصابات كورونا وماتوا. لقوا انه الغالبيه بتوعهم كانوا عايشين في عزله، لانه في الفتره دي ولادهم ما كانوش بيزوروه، وكان في توصيات ان ما حدش يتصل بيهم عشان العدوى والحاجات دي كلها. كان من احد الاسباب المهمه اللي خلتهم يموتوا مش بس الاصابه بكورونا، كان ممكن يخفوا، العزله. العزله عملت لهم احساس بالوحده الشديده ودخلوا في اكتئاب. الاكتئاب بيضعف جهاز المناعه، يخلي الفيروس يعني يفتك بخلايا الجسم. فالعزله دي في ايدين الناس اللي حواليه، ان هم يبقوا متواصلين معاهم بالتليفون وبالزيارات والحاجات من دي، ويروحوا مثلا ولاد الراجل المسن او الست المسنه دي يقعدوا عندهم يوم الجمعه يتغدوا معاهم، يخرجوا معاهم، ياخدوهم معاهم ورايحين النادي، ياخدوهم معاهم ورايحين يصيفوا، يستشيروهم في حاجات. يودي لهم الاحفاد. من اكتر الحاجات اللي تسعد المسن او المسنه انك تودي له الحفيد يقعد معاه، وبالتالي التجمعات العائليه. يعني بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد على كل هذه المعلومات. دكتور محمد المهدي طبعا استاذ الطب النفسي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا شكرا لحضرتك.